أقول الحاضرين، أقول نحن البشر كل يوم حقيقة إذا واحد يحسب عشرات الذنوب، سوء الخلق مع الزوجة وعدم العشرة بالمعروف ذنب وعاشروهن بالمعروف. الإنسان الذي لا يعاشر زوجته بالمعروف هذا الذنب، عاشروهن أمر، والفقهاء أفتوا بذلك، مو فقط نفقة، النفقة جزء القضية، العشرة بالمعروف من جانب الرجل، من جانب المرأة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الحقوق والواجبات متبادلة، الغيبة والتهمة والإهانة والضحك على الناس وما أشبه ذلك، هذه كلها فيها حساب وفيها كتاب وفيها عقاب.